حضراتكم تذاكر مباراه الاهلي والفريق الاثيوبي، مهم نطمئن عليها وعلى كل ترتيبات الاهلي لهذه المباراه واستعدادات الاهلي لاستقبال جماهيره. معنا على الهاتف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي. يا سياده العميد اهلا بيك. اهلا وسهلا استاذ ابراهيم، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم. طمنا على الموقف بالنسبه للتذاكر والجماهير. لا والحمد لله، احنا كنا اول لما اخذنا الموافقه الامنيه وخطاب اتحاد الكوره باستاد برج العرب واعداد الجماهير، اجتمعنا في اللجنه المخصصه للمباريات برئاسه نائب رئيس النادي والاستاذ خالد رندل امين الصندوق والاستاذ ابراهيم القفراوي، وعلى فور احنا اجتمعنا. احنا اول مره النهارده برضو طبقنا دي، احنا عملنا بعنا الطريق بثلاث طرق، منفذ في اسكندريه عشان جماهيرنا اللي ما بتعرفش تخش على الاونلاين، فتحنا السيستم الاونلاين، عملنا لمنافذ لاعضاء الجمعيه العموميه داخل النادي، والحمد لله كان في اقبال طبعا متوسط على انتهاء برج العرب والامتحانات وبرده الجو برد، بس في اقبال متوسط. احنا لغايه دلوقتي الاقبال لم تتعدى الجماهير حتى الان 7000 متفرج اللي لهم الحق في حضور المباراه يعني. 7000 من اصله متاح 30 مش كده؟ ما هي دي بقى النقطه اللي هنتكلم فيها. طبعا انت عارف برضه مشوار برج العرب والجو كمان الجو برد جدا مع الدراسه والامتحانات، فبس ربنا يكرم ان شاء الله، واحنا بنطالب الناس كلها اللي تبقى موجوده في الاستاد برضه بتلتزم، لان لازم كل الناس تبقى عارفه التحركات دي كلها حصلت بناء على خطاب تم من اداره النادي لوزاره الداخليه، اللي الاداره متحمله سلوك جماهيرها داخل المدرجات، ودي اول مره تحصل على تاريخ الرياضه كلها اللي في اداره تتحمل مسؤوليه جماهيرها، وده نتيجه ان النادي الاهلي عنده قناعه كامله باهميه جمهوره، عنده بيراهن دايما على وعي جمهوره، بيراهن دايما ان جمهوره في ظهر ناديه فقط لا غير دون الخروج عن النص، لان انت عارف طبعا خلال الفتره اللي فاتت كان في ناس بتحاول توقع بين الجماهير وبين الجمعيه العموميه وبين الاداره ومجلس الاداره، الناس كلها بتشتغل على قلب رجل واحد للنادي الاهلي وصالح النادي الاهلي. فان شاء الله باذن الله الخطاب ده. سياده العميد. ايوه الو. انا معاك، اتفضل اتفضل اتفضل. في مشاركه في تحمل المسؤوليات بين اداره النادي وبين الجماهير، وهو ده اللي احنا في النادي بيه دايما على طول، يعني من اول يوم مجلس اداره تولى مسؤوليته في للنادي الاهلي. طبعا في جماهيرنا طبعا الالتزام بكره ان شاء الله باذن الله. مديريه امن اسكندريه مشكورا يعني السيد مدير الامن اللي هو محمد الشريف في اجتماع امني، يعني في استعدادات استقبال الجماهير بشكل طيب، في امن النادي موجود، في شركه برضه على مستوى متخصصه موجوده، وان شاء الله هيبقى يوم باذن الله نحتفل بيه بعد المباراه كلنا مع بعض ان شاء الله. هل متاح للجماهير اللي مش مسجله بياناتها في السيستم انها تقدر تشتري التذاكر وتروح؟ تمام، عشان كده كان في منفذ النهارده فتح في استاد اسكندريه، فتح من الساعه 10 صباحا، من لسه مدين لي من ساعه فقط لا غير قفل المنفذ، اتباع من خلال المنفذ ده اتباع فيه 196 فقط لا غير، واحنا برضو استاذنا من مديريه الامن واستاذنا من الاستاد اللي احنا مكملين بكره برضو ان شاء الله من الساعه 10 للساعه 2 عشان الناس اللي عايزه تروح المباراه جمهور النادي الاهلي فله الحق اللي هو يشتري تذكرته عبر المنفذ اللي موجود في استاد الاسكندريه. ده المنفذ في استاد الاسكندريه. تمام تمام. القاهرة مفيش منفذ للي يشتري بدون سيستم؟ القاهرة الثلاث منافذ الموجودين، منفذ في الفرع الرئيسي للنادي الأهلي تمام اللي هو بالجزيرة، منفذ في مدينة نصر، منفذ في الشيخ زايد، ولكن ده مقتصر على أعضاء. ولكن لو في جماهير في تذاكر مخصصة لجماهير النادي الأهلي ومكتوب على تذكرة جمهور النادي الأهلي، أنت عارف طبعا النظام اللي احنا اللي شغال بيه، لازم قاعدة البيت تبقى موجودة، اللي رايح النهاردة يشجع النادي ما يبقاش خايف على حاجة. بالظبط. الحمد لله كانت تجربه ناجحه جدا في نهائي النادي الاهلي، المباراه اللي كانت مقامه هنا مباراه الترجي والاهلي، الحضور الجماهيري اللي كان يعني كان هقول ايه، كان منظر رائع فوق الرائع، اللي 27 محافظه جت عشان تشجع النادي الاهلي. صحيح. زحف من كل مكان لاستاد برج العرب، هو ده اللي احنا بنطمح فيه ونقبل فيه يعني، فالتذاكر موجوده متوفره لجماهيرنا اللي عايزه تحضر المباراه بكره ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا لسيادة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي.